انا كما سميناها في القومه ولا نسميوها لهنايا حلوه التمر لحلوه الجنجله. واش عندنا كميه لهنايا؟ عندنا 250 غرام تاع المكسرات. هنا عندنا ميلونج درنا خينا الجوز لهنا واد كاجو بيستاش اللوز لهنا. واش نديرو؟ ناخذو نكونكاسيوهم بك لهنا غير بالمسبق باش ما يترحوش بزاف، ما تحوشوهمش على شكل اون بودر. ومن بعد لهنا ناخذو مقله نضيفوا لها كيفاه؟ مراجعه ديالي وقت الهدوء طول. لا نجيبو نجيبو هيا خلاص. نعم قلنا لنا عندنا 250 غرام تاع المكسرات ولا كيلة تاع المكسرات. لهنا واش نديرو؟ كونغراسيوهم هذوك المكسرات صافي نقسمهم غير بالموس. ناخذوا لهنا مقله نضيفوا لها شويه تاع الزبده صافي نحمروهم لهنا غير في المقله لهنا، ما نديروهمش في الفول باش ما ينشفوناش بزاف، باش يطلقوا هذاك اللوز والمكسرات هذا يطلقوا الليدام ديالهم. نحمصوهم مليح ومن بعد نحطوهم في ريسيبيون. على جانب اخر لهنا درنا نقولوا حنا كيلة تاع مكسرات نديروا نص كيلة تاع تمر لهنا. تمر نحبوا نديروا الغرس ولا نديروا التمر العادي هذاك نحوا نديروا نص كيلة تاع تمر. هذاك التمر كذلك نديروا في المقله نديروا شويه زبده نزيد شو نطيبوا في الزبده حتى يتحصلنا تحصلوا على اون بات هكذا. ومن بعد ناخذوا هذاك الخليط نعجنوه مليح حتى نشكلوا لهنا ان بوده. بوده لهنا نحققوا البوده تاعنا يكون خشين لا يكون رقيق عادي. لهنا نرمدوه لهنا في الجنجله كون نحلوه فيه نخلوه لهنا يشد روحه مليح في الثلاجه ومن بعد نقسموه كيما نحبوا لي روندال لا مقروطات ولا كيما نحبوا. مليحه هذيك العفسه هي البوده يجي شبه. وي وي تري بيان يعطيك الصحة نديم. والله ديما يجيب لكم جديد هكا. هذه حاجة جزائرية. نعم جزائرية تاعنا. زيدوها للقاموس. التمر تاعنا بيان سور كل تاعنا بيان سور. يعطيك الصحة نديم. ربي يخليك ما شاء الله عليك. بون شونس كيما ديما نقول لك في هذا لو منيو. يوسف تيغرام العريس اون بيغسون راح يرافقك في هذا لو منيو.